لدى تلقي سموه الدعوة لحضور الاحتفال بالأعياد الوطنية الكويتية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على مكانة دولة الكويت الشقيقة بأميرها وشعبها في نفوس أهل البحرين، فيما وصف السفير الكويتي عميد السلك الدبلوماسي في المملكة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن سموه أحد أعمدة الحكمة الخليجية، ويمثل قيمة كبيرة لدى قادة وشعوب دول المجلس لمواقف سموه ودعمه المتواصل نحو تعزيز أواصر العلاقات الخليجية. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة عميد السلك الدبلوماسي، حيث سلم سموه الدعوة لحضور الحفل الذي ستقيمه سفارة دولة الكويت بمناسبة الذكرى 58 لليوم الوطني لدولة الكويت وذكرى يوم التحرير 28. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن علاقتنا في البحرين مع الكويت أخوية وطيدة وتجمع بيننا الأواصر المشتركة ومن قبلها المحبة والمودة. وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن العلاقة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة راسخة ومتجذرة في تاريخ البلدين، مما يجعل أفراح الكويت هي أفراح للبحرين، وإنجازاتها التي تبعث على الفخر تشكل مصدر اعتزاز لدى مملكة البحرين وشعبها. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي يطلع به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت ومبادراته الخيرة التي تستهدف كل ما فيه صلاح الإنسانية وشعوب المنطقة والعالم، مشيدا سموه بخطوات النهضة التي قطعتها الدولة الشقيقة والتي طالت مختلف المجالات والأصعدة. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمسار العلاقات البحرينية الكويتية وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات والأصعدة، مؤكدا سموه أن هذه العلاقة أزلية ولها محطاتها التي نفاخر بها لما تعكسه من أخوة صادقة ومحبة بين الأشقاء، معربا سموه عن أمنياته لدولة الكويت الشقيقة بالمزيد من التقدم والرفعة.